عباسي مدني من مواليد سيدي عقبة سنة 1931، متزوج من زوجة جزائرية من بوسعادة، وعكس الذي تقوله الصحافة التي أرادت إلا أن تجعلها أجنبية، قالوا أنجليزية وقالوا ألمانية ونسوا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الحرص له جانب من اهتمام الشعب الجزائري، وله كل الحق بأن لا يولي مسؤولياته الكبرى لمن يسند أمره لأجنبية، له كل الحق. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول: اختاروا لأبنائكم أخوالا، فقد اخترنا لأبنائنا خير أخوال، وهي ربوع بوسعادة، ربوع العلم والشجاعة والكرم. أما أبناؤنا فهم من الذكور خمسة، وسادستهما بنت وهي الكبرى وهي متزوجة ولها طفل. إذن وضعية الأسرة وضعية عادية سليمة. بالنسبة إلى دراستي، كانت أولا في الكتاتيب القرآنية، وذلك في الثلاثينات، ثم من الكتاتيب القرآنية إلى المدرسة الحرة التي كانت تشرف عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ويومئذ كنت أدرس مع الشهيد العربي بالمهيدي رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مسجد ببسكرة، كان الشيخ المدرس فيه وهو الشيخ النعيم النعيمي، وهو من أبرز علماء الجمعية العلماء. درست عليه علوم اللغة والفقه وغير ذلك كالأدب وفنونه. بعد ذلك جاءت المعركة السياسية وحالت دون ذلك، فدخلنا غمار الثورة منذ بدايتها، منذ الإعداد لها وتفجيرها. ثم بعد ذلك قضيت في السجن 7 سنوات ونصف. بعد الخروج من السجن، وكان ذلك بعد الاستقلال، أي بعد إيقاف إطلاق النار مباشرة، بعد ذلك على أي حال نشاطنا كان قد اتجه إلى شطرين: شطر الدعوة الإسلامية، وذلك بعد الانحرافة التي حدثت في مؤتمر طرابلس، ذلك المؤتمر الذي كان حسب ما جاء في بيان أول نوفمبر 1954 أننا حملنا السلاح الذي لا نضعه إلا بإقامة دولة جزائرية حرة مستقلة على أساس المبادئ الإسلامية، إذا بها توضع على أساس علماني اشتراكي. من ذلك العهد رأينا أن نبدأ الدعوة، وإن كنا نبدأها من جديد. منذ ذلك العهد كان العمل في الدعوة إلى اليوم، والحمد لله. بالنسبة إلى دراستنا العلمية، فقد حصلنا على ليسانس في الفلسفة بجامعة الجزائر، وكذلك دكتوراه الدرجة الثالثة في جامعة الجزائر، وكان لزاما حسب مقتضيات حاجة البلاد وحاجتنا أن انتقلنا إلى جامعة لندن، حيث أعددنا دكتوراه الدولة أو ما يسمى بالبي اتش دي في التربية المقارنة. هذا من حيث الدراسة. أما من حيث الدعوة
ها نحن الآن انتهينا إلى نتيجة بحمد الله، هو العمل من أجل أن نعيد المياه إلى مجاريها.